بقولك تعال. ماشي بيجي. يا سهرة بنت يا سهرة. اهلا اهلا يا ست الكل. يا اختي مش تقول ان معاكي ضيوف؟ معايا ضيوف. خش يا حربي اتفضل بيت بيتك. ربنا يخليك يا معلم. شوف المعلم حربي يشرب ايه، مش هتاخر عليك. من عينيا يا معلمه اتفضل. تشرب ايه يا سي حربي؟ هو انت اسمك ساره؟ سعيده باذن الله. دمك خفيف يا بنت. ده بس من ذوقك، ما قلتليش تحب تشرب ايه؟ اي حاجة على مزاجك يا قمر انت. بس كده من عيني. اوعى. نهاردنا زبادي خلاط. اتفضل يا سي حربي. ده ايه ده يا بت؟ فخفخينة. هي حصلت؟ بس دوه وقول لي ايه رأيك. ها عجبك؟ الله، شوف يا بت يا سهرة، كل لما اجي لك هنا عايزك تفخفخيني. انا احب الفخفخة على الاخر انا. ها. انت تأمر يا سي حربي. ما تشوف الشغل يا بت وبطلي مقاسة ولا ماض. من عناية يا معلمة. تحب اعمل لك فنجان قهوة يروق دمك؟ مش عايزة اسم هاري، شوفي شغلك. امرك يا معلمة. اوعى تكون البنت دي صدعتك برغيها. بس والله يا معلمة دمها خفيف قوي. عارف يا حربي، انا مبسوطة من نفسي قوي. ربنا يبسطك كمان وكمان يا معلمة. بس لا مؤاخذة يعني، اقدر اعرف ليه؟ عشان نظرتي في الناس ما بتخيبش. انا من اول ما شفتك، حتى من قبل ما تخش السجن، وانا قلت الواد ده غير كل الرجاله اللي بيشتغلوا حواليا. ربنا يكبر بخاطرك. يعني اقدر اقول كده ان انا نلت الرضا؟ انا احب الراجل المفتح. وانا تحت امرك يا معلمه في اي حاجه. فاكر لما قلت لك هيجي اليوم اللي اجربك فيه؟ وانا مستني اليوم ده على نار. وهو جه. تعال اقعد جنبي هنا عشان عايز اتكلم معاك. وانا عندي قول يا معلمه، وتحت الامر والطلب. فاكر رجالة رشوان اللي جم لحد المستودع عشان يتعدوا عليا؟ وهم دول يتنسوا؟ لولا وقفتك جنبي انت وزين كان زمان بقى شكلي وحش قوي، وكان زمان هيبتي في المنطقة كلها اتهزت. معاش ولا كان اللي يهز هيبتك يا معلمة. أنا الراجل ده ليه عنده فلوس كتير قوي، يعني ليه عنده حق، مش عايز يديني فلوسي ومبلطج وبيكابر وكمان بيهددني. أنا بقى عايز أعلم عليه وأعلمه الأدب وأرد له الضربة قلمين تلاتة. في دماغك ترتيب معين؟ الحقيقة لا، أنا عايزك تتصرف أنت بمعرفتك، الموضوع موضوعك، خلصه بطريقتك. سيب الحكاية دي على ربنا وعليا يا معلمة. بس أديني بقول لك عشان ما تقولش المعلمة ما قالتليش، رشوان ده مش سهل وواصل قوي وإيده طايلة. ربنا يقوينا عليه. ولو احتجت أيتها حاجة، رجالة، فلوس، أي حاجة، شاور وأنا أجيبها لك. معلش يا معلمة لا مؤاخذة يعني، من غير ما تزعلي مني، رجالتك دول مالهمش أي لازمة. الحكاية دي هخلصها أنا وزين بمعرفتنا في الدرة. لكن اللي أنا عايزه منك دلوقتي بس يعني الفلوس، حق الخردة اللي جبتها النهاردة، واللي هجيب لك زيها كل يومين والتاني. امسك دول. إيه دول يا معلمة؟ 2000 جنيه. بس دول كتير قوي. ما يكتروش عليك يا حربي. وبعدين موضوع رشوان اللي انا مدبساك فيه ده محتاج منك مصاريف كتير. قول لي بقى هتنفذ ازاي وامتى؟ لا مش على السخان كده يا معلمه،
انا لازم في الاول اشمشم واشوف كده رشوان ده سكك وايه ونظامه ايه، بعد كده اخطط على مهلي واقول لك هنفذ ازاي وفين. هو ده كلام العقل، عين العقل. طيب سيبك انا بقى معلمه عشان اروح حاسب الرجاله، زمانهم قاعدين مستنين على نار. لا تسيبني، ايه يقعد، احنا هنتغدى مع بعض عشان يبقى عيش وملح. لما ارجع لك حقك تالت ومتلت ساعتها بس هاجي اتغدى واتعشى وافطر كمان. مش احسن برضه يا معلم اننا نستنى لغايه لما الواد حابي يجي بالمره؟ الواد حربي لقيه مخنيس وهيعرف يلم الدور، نمازين عصبي متهور وهيولعها، ويبقى كده هم اللي ابتدوا مش احنا. روح يا شيخ ربنا يعمل بيتك. انا مش قلت الترابيزه دي تتشال من هنا؟ كيمو، تلاتة شاي على مية بيضة من الحنفية بتاعتي. الواد حربي اتأخر كده ليه؟ الغايب حجته معاه سيد الناس، يخوف اللي يعملها وياخد الفلوس ويكوت. لا دورهم حرب ما يعملهاش، معقولة يسرق عرق الرجالة ويهرب؟ لا ليه؟ لا يا سيد الناس، انت ناسي أصله، مش حربي ده برضه ابن بياعة الخضار اللي كانت بتسرح بفجل؟ وبعدين ما تنساش يا معلم ان واد واد سجون. طب يمين بالله ده يعملها ويعمل ابوها كمان. وعلى راي المثل اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. لم كراكيبك يا عم الهيئه، وهو ما حدش يجيب سيره المعلم حربي وهو مش موجود. انا قلت انت مالك انت يالا، هو حد داسلك على طرف؟ اقعد يا بركه وسيبك منهم. انت مش شايف عم زين بيقولوا ايه؟ وانا جد وانت مش عايزين تنرفز. اقعد يا بركه وكبر مخك. انا مخ ده اللي يكبره؟ هو الواد بركة ده عنده مخ من أصله؟ ده اللي يدور عليه يلاقيهم شايلين مخه وحاطين مكانه حبة البركة. أنا قلت لك أخلص منك له. إيه ده، هو بركة ما جاش معاك ليه يا زين؟ ده بقول أخلص منك له يا سيد الناس. لا بقى يا معلم، الواد ده لازم يتوبى. جرايا دورهم. إيه، هتعافى على الواد ولا إيه؟ هتعافى على الواد وعلى اللي يتشدد للواد وعلى أي حد يعلي حسه في المنطقة دي كلها. دي الحكاية جر شاكل بقى. لا جر شاكل ولا حاجة يا زين، بركة قليل الأدب ولازم يتعلم ازاي يكلم أسياده. خلي الموضوع ده علينا احنا يا معلم، أنا أعرف ربي ورب اللي يتشدد له. الحاني يا زين، اللي هيلمس بركة هاخد عمره. يبقى أنت اللي صحيت الشيطان اللي جواه يا زين، ولو صحي مش هيعرف ينام. وب عليها يا رجالة. استنى منك لو ايه يا رجاله؟ في يا معلم ابضايا؟ هو ده اتفاقك مع معلمه انشراح؟ معلمه انشراح قالت ان انا ما اتعداش على حد، وده حقها. انا معايا التوي زي ده يهزق الرجاله بتوعي ما عداش ابدا. معلش يا معلم ابضايا، امسحها فين؟ ما عنديش الاوبشن ده. انت بتتلكك بقى ابضايا. اسم المعلم ابضايا يالا، المعلم ابضايا. وزين هينضرب يعني هينضرب؟ هو ما ينفعش يا رجاله افتح علينا المطوه في قلب المنطقه ونقف ساكتين ولا ايه يا جدعان؟ وريني يا بضايا، وريني هتعمل ايه انت وشويه الجرابيع اللي حواليك دول؟ استنى يا زين. استنى يا حربي، ما انت سامع يا عم، سيب اللي يقول يقول. جرياس يا حربي، هتنخ وتهر برابره ولا ايه؟ يا عم انا لا هنخ ولا ههر برابره، انا مش جاي اتخانق يا معلم ابضايا، انا جاي احاسب الرجاله وادي لكل واحد حسنته واتفق معاهم على شغل بكره كمان. بس الظاهر بقى يا رجاله ان المعلم ابضايا مش عايز حد غيره يسترزق في المنطقه، والظاهر كمان ان انتوا موافقين على الكلام ده. خلاص احنا مش عايزين نولعها، احنا هنسيبها له مخدره ونمشي من المنطقه دي خالص. اما انتم بقى فربنا يكون في عونكم، وربنا على المفتري وقطعين الارزاق. عم رزق، امسك عم رزق، انا عايزك تحاسب الرجاله دي كلها وتكرمهم اخر كرم وتديهم الطقطقين كمان. معلش يا رجاله، كان بود اخدمكم واكرمكم، لكن اعمل ايه بقى، ربنا على المفتري. قوم يا بركه، يلا بينا يا زين. على فين يا حربي؟ البلد دي احسن من غيرها، هتروح فين يا ابني؟ هنمشي.